تتخيلوا معي لو للحظة أن الله يعاملنا على أعمالنا؟ تخيلوا معي لو أن الله يعاملني على عملي ويعاملك على عملك، هل نستحق الأرزاق؟ هل نستحق نعمة البصر وبالبصر ننظر إلى الحرام؟ هل نستحق نعمة السمع وبالسمع نسمع الحرام؟ إذا عاملنا الله بأعمالنا، هل نستحق نعمة اللسان وباللسان نغتاب وننم؟ لو أن الله يعاملنا بأعمالنا، هل نستحق نعمة القدمين وبالقدمين نسعى إلى الحرام؟ نحن يعاملنا الله برحمته، ولو عملنا بأعمالنا لعذبنا في الدنيا قبل الآخرة.